على الرغم من تأكيد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا سلامة الخبز المنتج في البلاد، إلا أن حالة من القلق ما زالت تنتاب الشارع هنا من احتواء الخبز على مواد مسرطنة. كلام مش مقتنع نهائيا مش مقتنع، وبعدين يطلعوا متاع اللي فيهم المسؤوليه بالدرجه الاولى، مش يطلع لي وكيل وزاره اقتصاد يقول لي كلام زاري، يطلعوا متاع الصحه، يطلعوا متاع التحليلات، يطلعوا متاع هم هذم اللي باهم الكلام ويقولوا كلام شفاف وصح. توج فجاه بعد عدينا عمر كامل في ماكله الخبزه تجي تقول لي الخبزه فيها مواد مسلطنه ومش عارف شنو هو، احنا ما عرفناش تول الحقيقه. ولكن لما صنحت الحكومه خفت هذه الحده، قالت لا راهو هذه اشاعات كاذبه، ولكن في المقابل انا نقول لك في المقابل مش غير الخبزه، كل شيء مضروب. المركز الليبي للتحاليل الكيميائيه التابع لوزاره التعليم العالي في حكومه الوحده الوطنيه كان قد اعلن وجود ماده برومات البوتاسيوم المسرطنه في عينات من الطحين بنسبه تفوق الحد المسموح به. وأمام هذا التباين أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور تشكيل لجنة تحقيق في الأمر تقوم بإجراء اختبارات على عينات جديدة من الخبز والدقيق الموجود في الأسواق. أكدنا مطالبتنا من السيد النائب العام بتشكيل لجنة تضم الجهات ذات العلاقة، وهذه اللجنة تتولى إعادة سحب عينات لقطع الشك باليقين وتأكيد إجراءات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية التي أكد فيها خلو الخبز من مادة برومات البوتاسيوم. وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت أنها كانت قد أصدرت قرار منذ عام بحظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة. مشكلة جديدة تضاف إلى المشكلات في ليبيا، هذه المرة تطال الخبز الذي أثيرت حالة من الشكوك حول مدى سلامته للاستهلاك البشري، وما زال الشارع الليبي في انتظار حسم الأمر من لجنة مستقلة. رافت بالخير، الحرة، طرابلس.